بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كثير منا يتعرض لحوادث، يتعرض لمشاكل، يتعرض لإزعاجات، طبعا بسبب ظروف العصر والازدحام وبعد الناس عن الله، بعد الناس عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أحببت أن نتعلم معا ونحفظ بعض الأدعية التي تحميك من الشر. كثير منا يخرج في سيارته، في مشيا، في وسائل نقل مختلفة، وهو يفكر ماذا سأفعل بعد قليل، ماذا سأفعل اليوم، ماذا 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 كذا، وينسى أمر مهم جدا، الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخرج من بيته هكذا ويتكلم مع هذا ويحكي مع ذاك ويفكر ويعمل ويخطط، لا، كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء في معظمها. يعني سنتأمل كيف كان يخرج النبي من بيته. عندما يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام، من أحد الأدعية التي يقولها: اللهم أعطني خير هذا اليوم وخير ما خلق له، واصرف عني شر هذا اليوم وشر ما خلق له. سبحان الله، كم واحد يتذكر هذا الدعاء كل يوم عندما يخرج من بيته؟ كم واحد منا يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون؟ كم واحد منا أصلا يتذكر أن هذا اليوم مخلوق مثله مثل أي مخلوق آخر؟ يعني أنا عندما أستعيذ بالله من شر الشيطان، أنا أعتقد أن الشيطان موجود وأستعيذ بالله من شره، أي ألتجئ إلى الله، أحتمي بالله، أطلب الحماية من الله من هذا الشيطان، من شره وشركه وهمزه ونفخه ونفثه وإغوائه وتخويفه. طيب، النهار هذا مخلوق، ما الدليل على ذلك؟ الله تعالى يقول في القرآن: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. إذن النهار الذي نحن نظنه ظاهرة طبيعية ناتج عن تعاقب دوران الأرض وتعاقب الليل والنهار، وأن وجود الضوء يعني النهار، اختفاء الضوء يعني الليل، فيزيائيا لا يوجد ليل ونهار، يوجد ضوء أو ظلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. فكما أن الليل مخلوق، النهار مخلوق، كذلك الشمس، القمر، النجوم، الشياطين، الفيروس الذي نخاف منه، فيروس كورونا وغيره، البكتيريا الضارة، المرض، كله مخلوق سبحان الله. فأنت هنا عندما تقول أو تبدأ يومك بهذا الدعاء العظيم: اللهم أعطني خير هذا اليوم وخير ما خلق له، أي أنك يا رب خلقت هذا اليوم لشيء محدد، كل فعل يقوم به العباد مكتوب عند الله. أنا الآن ركوبي في هذه السيارة مكتوب عند الله، سيري في هذا الشارع مكتوب عند الله، وكذلك كل من هو حولي مكتوب. فعندما أسأل الله أن يصرف عني شر هذا النهار وما خلق له، فإن الله عز وجل سيوجهني بالاتجاه الصحيح. قد أتعثر في مشواري بسبب عطل، بسبب شيء معين، ليصرف الله عني حادث أو شر فيما بعد. أنت لا تدري حجم العلم لدى الله عز وجل. تخيل كل ذرة في الكون لا تتحرك إلا بأمر الله. لذلك: اللهم أعطني خير هذا اليوم وخير ما خلق له، واصرف عني شر هذا اليوم وشر ما خلق له، أي يا رب كل الشرور
الموجودة في هذا اليوم اصرفها عني. لذلك عندما تبدأ يومك بهذا الدعاء أخي الحبيب، أنت هنا في ذاكرتك وفي دماغك وفي تخيلك ونظرك أن الله هو المسيطر، هو الموجود، هو الذي خلق الليل والنهار، وهو القادر على أن يصرف عنك كل الشرور وكل الهموم وكل المشاكل والحوادث وغير ذلك من الشر. طيب، هناك دعاء آخر أيضا ينبغي أن نقوله على الأقل، يعني هذه الأدعية التي يعني يجب على المؤمن أن يرددها كل يوم، الذي يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. احفظ معي أخي الحبيب: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، إن شاء الله لا يضرك شيء إلا ما كتبه الله لك ولمصلحتك. إذا كتب الله عليك ضرا مثل المرض أو البلاء أو الأذى، يكون لمصلحتك، ليرفع الله بهذا البلاء درجتك عنده يوم القيامة. لاحظت أخي الحبيب؟ بسم الله، أي أنني أبدأ باسم الله وفيه نوع من الالتجاء إلى الله. بسم الله، يعني أنا بدأت يومي باسمك يا رب. هذا الاسم لا يضر معه شيء، فما دام الله معي من سيضرني؟ اليوم مسؤول كبير يخرج في موكب ومرافقة وحماية وحراسة وإلى آخره، وسيارة مصفحة. على الرغم من ذلك نجد أن الشر يمكن أن يقع، ويمكن أن يتم اغتيال هذا المسؤول وغيره، نرى ذلك في الأخبار وغيرها يعني. فمما يدل على أنه لا يستطيع أحد أن يحميك إلا الله. فإذا كان اسم الله معك و بدأت باسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، فلا يمكن لشيء أن يضرك، لا في الأرض ولا في السماء، لا مرض ولا حادث، إلا كما قلت لك، إلا ما كتبه الله لمصلحتك. إذن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهذا ما تعهد به النبي عليه الصلاة والسلام، أن من دعا بهذا الدعاء لا يضره شيء بإذن الله حتى يمسي. وإذا دعوت به مساء في الليل لا يضرك شيء حتى تصبح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا الدعاء لابد أن تقرأ معه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لابد، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الحفظ، آية الكرسي، هي أعظم آية في القرآن كما أنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأتها في الصباح لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا قرأتها في الليل أو في المساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح في اليوم التالي. فإذا أخي الحبيب، نبينا عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها عبارة عن ذكر، دعاء، توسل إلى الله. مثلا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي ألا نغفل عنه لأنه دعاء فيه شفاء، فيه راحة من هموم العصر: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. طيب، ما علاقة هذا بحياتنا اليومية؟ له علاقة مباشرة أخي الحبيب. هذا الدعاء يذكرك دائما بعذاب الله، يذكرك دائما بلقاء الله، يذكرك أن أجل الله لآت،
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فإذا أنت عندما تدعو كل يوم بهذا الدعاء وتقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا الأمر يجعلك أخي الحبيب تتذكر شدة ذلك اليوم، وبالتالي عندما تتذكر ذلك تمتنع عن الشر، تمتنع عن إيذاء الآخرين، تمتنع أن تضر إنسان، أن تأكل الحرام، أن تصبر على الأذى، أن تصبر على المرض، تصبح إنسان مثالي، إنسان يريد الخير للناس، لا يؤذي أحدا، إنسان يتصدق في سبيل الله، يساعد الناس، يحب الناس. انظر، دعاء مثل هذا يذكرك بعذاب الله. لذلك كان كثيرا النبي ما يدعو به، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه أدعية ثلاثة أخي الحبيب أنا لا أستغني عنها، كل يوم أقولها صباحا ومساء وأثناء اليوم. وحقيقة أنا وجدت نتائج مذهلة للحفاظ على هذه الأدعية وغيرها طبعا، في أن يحفظك الله من كل شر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يحفظنا وإياكم من كل شر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.